بنسيب اللحمه بقى بالشكل ده؟ انا حابه اتكلم شويه اكتر عن هايبر ماركت لولو، الاقسام الكتيره اللي موجوده عندهم، وعن الفريشنس وقد ايه هم بيهتموا جدا بالجوده وكل حاجه تكون ممتازه معانا. تعالوا نشوف هنا، احنا عندنا كل حاجه زي ما قلت هي متقطعه متبله في كذا حاجه، وكل الاوبشنز موجوده. اهم حاجه انها طازه وفريش. الفراخ في منها انواع كتيره، المتبل او المتقطع جاهز على طول على الطبخ، زي ما قلت للستات البيوت اللي مش بيحبوا ان هم يقعدوا لسه يتبلوا ويجهزوا، لا كل حاجه جاهزه، وعندهم كمان مطبخ بيطبخ الحاجه اللي عايزينها. التوابل برضو كلها موجوده في قسم التوابل، وعندهم عروض هايله ومستمره على كل حاجه. في اقسام برضو عشان نبقى فاهمين، اقسام تانيه مختلفه، لحوم، فراخ، اسماك، بقاله، خضار، في الفاكهه طبعا، في اللبس، في لبس الكبار والاطفال، والالكترونيات واللعب. نقدم ينزل الصوص على الوش زي ما احنا عاملين، او جنبها وانتوا اللي تحطوا، يعني حسب كل حد ما يحب. بطاطس البيوريه تتقدم معاها، او الخضار، او رز ابيض مثلا، او يعني دي حسب الرغبه. المهم طريقه الستيك مهم جدا، الستيك يكون طازه، يتعمل بالطريقه السهله دي. في طريقه برضو ممكن يتعمل ما يكونش مستوي قوي من النص، يبقى ميديوم. في ناس بتحب الميديوم، ميديوم رير ما بنصحش بيه، اللي هو بيبقى مائل الى الني شويه. فوق الميديوم للمستوي هو ده اللي بنصح بيه علشان الصحه العامه، لكن كطعم بيبقى ممتاز جدا من اول الميديوم بصراحه، لان اللحمه كل ما كانت من جوه جوسي وطريه ولسه ما زالت لونها محمر من جوه بتكون طعمها رائع. ديمي جلاس بقى، والصوص عامة لازم تقليب كده مستمر علشان يبقى قوامه مظبوط، ما يبقاش سميك في حتت. هو ابتدى يتقل معايا اهو، ازود بقى المية حسب الايه
الاحتياج. ميه او مرقه زي ما انتوا عايزين. وبكده برضو الصوص جاهز معانا. ممتاز، هحطه بقى على جنب كده. بس اللحمه بقى زي ما قلت هي تاخد لون من هنا ومن هنا، او لون كده بقى احسن كتير بالشكل ده، وتتقدم وينزل عليها الصوص التحفه ده. انا يعني حابه اوريه لكم برده، نحطه في طبق او بوله صغيره عشان تقدروا تشوفوا الصوص عامل ازاي اللي احنا لسه عاملينه. تعالوا يلا بينا شوف بقى كده، بصوا عامل ازاي، قوامه عامل ازاي. هو ده ينزل بقى كده بالمعلقه او بسوسيره، بيكون رائع تحفه. يعني اوريه لكم برده بالمعلقه مش تقدروا تشوفوه. يلا بينا بصوا عامل ازاي، هو ده قوام الصوص المظبوط جدا معانا على اللحم. بس احنا كده خلصنا، هي اللحمه هتكمل بس سوا معانا حسب بقى الرغبه، واللون ده كده تحفه، قطعيه ممتازه طازه جدا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض عيش السرايا بالتشيز كيك، مختلفه خالص. يعني عيش السرايا بنعملها بكذا طريقه، سواء بقى بالكريمه سواء بالقشطه، سواء المره دي بقى لا التكه مختلفه هتكون بالتشيز كيك. وعيش السرايا من الحاجات المحبوبه، لكن المره دي هنعملها بطريقه سريعه، وانا بحب السريع جدا الحقيقه لو طعمه حلو يعني. طيب يلا بينا تشيز كيك عيش السرايا. معانا 20 شريحة توست أبيض، كوباية وربع سكر، نص كوباية مية أو أكتر حسب هنحتاج بقى كمان شوية هنزود لسه. والتوست برضو يعني حسب الحجم، أنا باخد الأول كمية أفرمها، ما باخدش الكمية كلها، حسب الكمية اللي أنا محتاجاها. نركز تمام، مش لازم نمشي بعشرين يعني، مش بالظبط يعني، هو باكو توست بنجيبه بناخد منه حسب الاحتياج اللي معانا. خلاص معانا بعد كده عصير ليمونة، ده يعني مش لازم برضو، ممكن مكانه نحط موارد او مظاهر او الاتنين مع بعض يبقى احسن. عندنا بقى لطبقة الكريم تشيز معانا نص كيلو جبنة مربعات بريزيدون، وسكر بودرة حسب الرغبة، وربع كيلو كريمة لباني مخفوقة، وللتزيين فستق مجروش. هنعمل ايه بقى؟ بصوا اول حاجة انا هحط السكر علشان ده محتاج انه يتكرمل، ده الشربات اللي انا مستخدماه علشان اكرمله واعمل بيه عيش السرايا التوست بتاعي، فبحط السكر يكرمل هنا. بعد كده بزود عليه الميه حسب بقى الاحتياج اللي انا محتاجاه علشان ياخد القوام اللي انا هقلب فيه. تمام. طيب معايا بقى التوست هنفرمه زي ما قلت حبه فحبه على حسب الاحتياج بتاعنا. في ناس بيحبوا التوست يكون محمص، برضو بيكون حلو، ممكن يكون احلى كمان، فحمصوه. نضرب بقى ها
هبتدي بقى ان انا اخد ضربته دوت على جنب علشان اضرب كميه كمان عليها. مهم بس نحاول على قد ما نقدر يبقى ناعم علشان ما يبانش الايه الحتت بتاعته. وناخد اربعه كمان. ممتاز، هاخدهم دول برضو. طبعا لو متحمص بيبقى بيتضرب كمان انعم، بيكون احسن. تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ انا كده معايا التوست هستكفي بدولة جاهزين، احطهم هنا قدامي. نبتدي نجهز بقى الطبقة بتاعت الكريمة اللي هي بقى المرة دي التشيز كيك اللي على الوش. ما ننساش السكر خالص عشان ده لازم يتقلب طول الوقت. هنجيب بقى بولة ونضرب فيها. معانا جبنة مربعات بريزيدون، هنضربها الأول بالسكر البودرة عشان تطرى معايا. بمضرب البيض الكهربائي تقريبا كله داب. وكده كده هنزل عليه ميه.
الشرقي. تمام، دي كده عايزة لسه شوية من التوست تاني.